المميز في هالمؤتمر انه هو مؤتمر مختص في امراض الاذن واعصاب الاذن وجراحات الاذن يعني، فهو مؤتمر جدا قيم من حيث المواضيع المطروحه، من حيث الحضور، من حيث المتحدثين. طبعا هناك نخبه من المتحدثين جايين من اكثر من دوله، طبعا دول كثيره يعني بينها امريكا وبريطانيا، يتحدثون في امراض يعني دقيقه جدا في الاذن. الاضافه طبعا ان كل سنه تقريبا في اشياء جديده من ناحيه خطط العلاج، من ناحيه الاجهزه، فهذه فرصه ان يعني نتبادل الخبرات ونعرف شو الجديد في مجال طب وجراحه الاذن.